كابتن عبد الكريم سلمان إذن يحمل على الأكتاف من ملعب الكرخ. نجم هوى من سماء عراقنا ليلتحق بركب النجوم الذين فارقونا ممن ضربهم فيروس كورونا ولم يستطع أحد إنقاذهم من الموت الذي بات حتمياً على أولئك النجوم دون غيرهم، ليصبح الأمر طبيعياً للغاية عندما يصاب النجم بهذا الوباء تكون النتيجة الموت بلا منازع. وعلى ما يبدو أن كورونا جاء خصيصاً لقتل نجوم العراق ممن رفع اسمه عالياً في شتى الميادين ليكون كريم رابع العنقود بعد هادي وراضي وشاكر. ماذا نقول كي نرثي كريم الذي بات مثالاً يقتدى به ويحبه الجميع، فكرمه تجاوز اسمه ليكون كريماً بفعله ودماثة خلقه، ليفرض احترامه أينما حل وارتحل، ويدع حال الملايين من عراقنا الحبيب في حيرة من أمرهم وتساؤل دائم مفاده. ربما يكون كورونا أنيقاً بانتقائه لمن يهواه قلبه إن كان له قلب، ليسكن جسده متوغلاً في أحشائه ولا يفارقه حتى يقطع أنفاسه، ليكون كريم محطته الجديدة ولا نعلم من سيكون المحطة التالية له. كريم حتى في موته، بعد أن عاش كريماً بخصاله الجميلة ليبكيه الجميع من أقرانه وزملائه، ويكون خبر وفاته كالصاعقة التي نزلت على رؤوس الملايين من العراقيين داخل وخارج العراق، لتكون ساعته الأخيرة في ناديه الأثير الكرخ الذي خدمه أيما خدمة لاعباً ومدرباً، واعتاد الجميع أن يراه في هذا الصرح الجميل الذي بكاه حتى أديم مستطيله الأخضر عندما لامس نعشه وهو يحمل إلى مثواه الأخير، ليوقف حكم مباراة الطلبة ناديه الأم الذي سطع نجمه منه والقاسم الزائر الجديد عندما أجهش بالبكاء جميع اللاعبين لأن أغلبهم تدربوا على يد كريم. انتهت الحكاية. نعم، كالمعتاد نهاية حزينة لا تشبه البداية، لكن العبرة لمن يعتبر ويجعل من كريم درسا قاسيا نتعلم منه الكثير، لا أن يمر مرور الكرام كما مرت دروس هادي وراضي وشاكر من قبل وتناسينا الألم البليغ على أمل معايشة ذلك الفيروس الذي اختار نجومنا ليكونوا تجربته المريرة في عراق الرافدين. وداعا كريم إلى رب الرحيم، هو أعلم بحالك وأحوالك، ودع لنا ذكراك الجميلة وأفعالك التي تتحدث عنك أيها المهذب الخلق.